بتبقى ايه؟ فيرم ايه؟ ماس. ماشي؟ فيرم ماس يبقى مش سيستيك ماس. ساعات بتبقى سوليد اهي زي ما انتم شايفين اهو، والريجولر استغفر الله العظيم يا رب صعبه جدا. ها ربنا يعني. طب فين الثايرويد تيشو؟ بص الثايرويد تيشو فين؟ ده النورمال ثايرويد تيشو، وكل الابيض ده والكالسيفيكيشن اللي فوق دي، ها الكالسيفيكيشن الجزء الابيض اللي فوق ده، كل جريش بينك ده، ده اتيز تيومر. طب والحتت دي ايه؟ كولويد اند هيموريج، انفيجن اوف ادجيسنت نيك ستراكشر. يا خبر اسود، رابيدلي جروين، تعمل فيكسيشن، تخرم الايه؟ تخرم الفين، تعمل ميتاستاسيس على طول في البرين، على طول في البرين وفي الايه؟ وفي الهارت وفي اللنج. نو فوليكولر، نو بابيلاري، نو امايلويد. خلي بالنا، يبقى لا هي فوليكولر ولا هي بابيلاري ولا فيها امايلويد، يعني مش مدلري. ماشي؟ بس فيها بليومورفيك مالجنانت سيلز ويز فيزيكولار نيوكليوس. فين بقى؟ بص النيوكليوس عامله ازاي؟ بالله عليك حاجه مرعبه مرعبه، لما تبص تحت الميكروسكوب حاجه مرعبه. النيوكليوس ايه؟ هايبر كروماتيك، ها، وكوندنسد في النص. وبص دي عامله ازاي؟ علامه الايه؟ المرسيدس. النيوكليوس هي علامه المرسيدس. ده ابنورمال ميتوزيس، كل ده ابنورمال ميتوزيس يا اولاد، ما تضحكوش. هو ده ايه؟ الابنورمال ميتوز. هاي ميتوتيك فيجرز، ليمفو فاسكولار امبولاي، يعني نلاقي جوه الليمفاتيك بتاعت الايه؟ بتاعت الثايرويد في امبولاي. امبولاي يعني مالجنانت سيلز جواها. شوف هنا شكلها ايه؟ جاينت سيل. دي اسمها جاينت سيل، كانك بتتفرج على بون. مالتيبل جاينت سيلز كتير قوي. طب وهنا اهي الجاينت سيل اهي، بص كبيره قوي ازاي؟ مالتي نيوكلياي، مالتي نيوكليتد سيل فظيعه. طب نشوف النوع الثالث بتاعها، الهيستوباثولوجيكال تايب. في سمول اللي هو الاولاني اللي فوق، سمول انسولار. طب وده؟ لارج. طب وده؟ سبندل. اهو ده بقى السبندل كله في بتاع ايه؟ ها انديفيديوال سيلز بتاع ده، سوري، شيتس من الايه؟ من بتاع ده سبندل شيب سيلز. كاني بتفرج بالظبط على مصل، كاني بالظبط بتفرج على مصل مالجننت ايه؟ مصل. بص الانسولار دي، الانسيت دي، الانسيت ده، الخليه دي بص عامله ازاي؟ بص النيوكليوس بتاعتها عامله ازاي؟ خليه كبيره قوي، النيوكليوس بتاعتها ايه؟ شرطه، شرطه ميتافيز. ده ابنورمال ميتافيز. البروجنوزس بتاعها فيري بور. العيان اول ما بيكتشف بيبقى جريد 4 يعني، او ستيج 4. يعني ايه ستيج 4؟ ميتاستاسيس خلاص، لمف نودال ميتاستاسيس اند اورجانيك ميتاستاسيس ديستنت ميتاستاسيس. الاوفر اول 5 يير سرفايفل از كام؟ اللي بيعدي قد ايه؟ اللي بيعدي 5 سنين قد ايه؟ العيان غالبا بيموت في خلال قد ايه بقى؟ بصوا ايه؟ شهور، ما يكملش 6 شهور. المريضه ما بتكملش 6 شهور. خلاص؟ ده كان اخر حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.